السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ هانيين بخير، مرحبا بكم في قناة ديالي، قناة التعليم كمان. حتى خويا حاب سيدي الشعيبة خلي ليا في كومونتير، كنت أول مرة غتفرج في لاشين وراك على أبوني على الجرس، طلوبة ليا رقب رقب. واحد معايا مي ونحط بالفا نحط صبي وكنحيدو نحط صول لا صول مي صول مي كنضرب الصول ونمشي المي مي فا فا دو مي ري دو ري مي ري نحن ري دو سي دو نتغد الري من التحت مجبولة من التحت مجبولة ري خاوية ري دو سي ويحلي ويحلي لي نحن مي مي فا فا مي فا فا مي في دو ري دو ري تقول بعد اللي خاوي ري دو دي اللعب تحيد يدك ري دو تلي لا صول لا لا صول لا لا صول لا ميري او ميري نبعتي البدله منا البدله عاديه قلنا هادي ري هادي سبعه هنا صول واحد مي فا فا مي فا فا دو دوري دو دوري دو دوري ري دو مي ري ري دو مي ري نعود إيجي نعود مي 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 نعود حط الفا انا غنديرو المقام خماسي ما نحطوش الصبع الوسطاني حيت قلنا في المقام الخماسي ديال السلحة ما كنحطوش الصبع الوسطاني غندخل في المقام الخماسي نبقاو في الموضوع ديالنا لا ترى شوق اللي عندنا فا والمي كان هذا هو الدرس ديالنا الخوت ديال اليوم، وكانت الاستشارة شي لعيبة، خلي لي كومنتير على راس العين.